السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو قصير لقناة إيمان عبد الحميد. أنا النهاردة بستعرض شارع الجلاء. شارع الجلاء في مرسى مطروح ليلاً، أوله البنك الأهلي. أوكي، أنا ماشية من عند ميدان الجلاء، من عند ميدان البنك الأهلي. في هنا البنك الأهلي، قصاد البنك الأهلي في اللي هي الشركة العامة لتجارة الجملة، وفي طبعاً بنزينة التعاون، وفي ده ميدان الجلاء. أوكي، وقدامنا ده العالي، ده برج الهيثم. هنا بنزينة التعاون، بعد بنزينة التعاون فيه الشركة العامة لتجارة الجملة. اوكي، همشي كده بالراحة بقدر الامكان علشان نقدر نستعرض شارع الجلاء في مرسى مطروح. الشارع مش طويل، لكن شارع مشهور، يمكن من اشهر الشوارع في مطروح. اوكي، ده على الناحية كده، على الناحية اليمين في البنك الاهلي، وفي على الناحية اليسار دي قدامنا مصر للطيران. خلاص، مصر للطيران دي اللي احنا ماشيين جنبها. بعد مصر للطيران على طول في عندنا قصر ثقافة مطروح. الحقيقة قصر الثقافة ده مضيف جدا، وباستمرار في أنشطة رائعة، فمش واضح قد كده. بعد قصر الثقافة في عندنا الشركة العامة للصرف الصحي. أوكي، أنا بستعرضه ليلا، أرجو إن هو يكون واضح بشكل كافي. خلاص، على الناحية الأخرى في عندنا مسجد الشبان المسلمين وجامع الشبان المسلمين. اوكي، نادي الشبان المسلمين، وبالتالي المسجد. بعدها في جهاز الخدمات العامه للقوات المسلحه. على الناحيه الاخرى في شركه الازياء الحديثه اللي هي زمان بنزيون. اوكي، بعدها في مخبز مشهور اسمه مخبز الصفا والمروه. بعد مخبز الصفا والمروه في عندنا جزاره الجلاء، اعتقد انها يمكن واضحه شويه. بعدها محلات الاكثر شهره، محلات عمر فندي. طبعا هي كانت مفتوحة وكان ليها شهرة كبيرة قبل كده، بس حاليا معظمها مغلق. بعد كده في عندنا الشركة المصرية لنقل الكهرباء. اوكي، على الناحية اليمين في محطة عسكرية، ما اعتقدش ان احنا يعني محتاجين ان احنا نستعرضها. في بعد كده عندنا عمارات اللوكس. انا مش عارفة اذا كانت واضحة لحضراتكم ولا لا، بس دي تقريبا اقدم عمارات في مطروح. عمارات اللوكس دي كلها ثلاث ادوار، كل عمارة ثلاث ادوار، ودلوقتي طبعا الدور الارضي معظمه اصبح محلات. فعمارات اللوكس دي ممتدة تماما بطول شارع الجلاء في مطروح. يمكن الدنيا مظلمة شوية، لان انا زي ما قلت لحضراتكم بصور بالليل او بعد المغرب، ومفيش في انوار كافية، بس يمكن ناحية عمارات اللوكس الضوء مش كافي قد كده. اوكي، الناحية ناحية اليسار دي كلها عمارات اللوكس زي ما قلت لحضراتكم. بعد كده على الناحية اليمين في مدرسة إعدادية بنات اسمها مدرسة السيدة عائشة. دي صغيرة في شارع جانبي، ما اعتقدش انها يمكن هتبقى واضحة لحضراتكم. هي كده، حاول اوضحها، في الشارع الجانبي الصغير ده. اوكي، ده، ويمكن هنا في يافطة محطوطة صغيرة مكتوب عليها مدرسة السيدة عائشة للبنات. اوكي، بعد كده في هنا باركنج سيارات كبير قوي، علشان قريب من حديقة كليوباترا يعني. فدي اللي احنا معديين عليها واللي شايفين السور بتاعها، دي حديقة كليوباترا او مركز كليوباترا الترفيهي كما يطلق عليه. والناحية اليسار طبعا في عمارة اللوكس زي ما قلت لحضراتكم، اللي انا واقفة قدامه ده، حاول اقف قدامها. اوكي، اهي مركز كليوباترا الترفيهي، مش عارفة اذا كانت اليافطة باينة ولا لا، بس هي دي مكتوب عليها مركز كليوباترا الترفيهي. ان شاء الله نستعرضه في الداخل في احدى المرات. اوكي، بعد مركز كليوباترا الترفيهي في عندنا هايبر كده، هايبر اعتقد لسه حديث يعني ما كملش سنتين ثلاثه، مكتوب عليه هايبر علي بابا. يمكن حضراتكم شايفينه مكتوب عليه هايبر علي بابا. بعد الهايبر في عندنا مبنى الجمعية المركزية. خلاص، مبنى الجمعية المركزية. بعد مبنى الجمعية المركزية في عندنا على طول بنزينة أبو طرام، والبنزينة دي نهاية شارع الجلاء. كده احنا ماشيين تقريبا، معرفش البنزينة فيها حاجة زحمة او في حد واقف بشكل غلط، فعشان كده في شوية تعطيل يعني. فكده احنا وصلنا لغاية اخر شارع الجلاء. في هنا اعتقد يمكن ميدان،
ده بقى ميدان عبد المنعم رياض اخر حاجه اللي هنلف وهنرجع تاني على شارع الجلاء. فيه هنا كشك زهور اسمه امير فلاور كده. يبقى احنا انتهينا من جولتنا في شارع الجلاء. اوكي احييكم، شاكره جدا ليكم، ان شاء الله نتقابل في فيديو قادم قريبا. دمتم في رعايه الله وامنه.